جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أنا محمد تم أحييكم، أهلا وسهلا فيكم يا جماعة بفيديو جديد من قناة MDTV. اليوم 26 مارس، يوم الخميس 26 مارس آذار 2020. اليوم حبيت أطلع لبرا وأصور شوي عن حظر التجوال في اليونان وكيفية التزام الناس بحظر التجوال. راح نروح هلا على أحدى الشوارع الرئيسية المزدحمة في مدينة سالونيكي وراح نشوف مدى التزام الناس بحظر التجوال بعد ما أعلنت الحكومة اليونانية حظر التجوال ابتداء من يوم الاثنين الماضي، وقالت فيه راح تكون في غرامات اللي ما بيلتزم بحظر التجوال. نحن حاليا يا جماعة بأحدى الشوارع المزدحمة، يعني عادة هون في زحمة كتير بتصير، خاصة في سوبر ماركت الألماني الشهير ليدل في زحمة كتير. شوف في هلا عدد قليل من الناس، شوف الحديقة هون، يعني بالعادة تكون حديقة مليانة عالم. في التزام، نوع من الالتزام، لأنه في غرامات والحكومة اليونانية حددت إذا بدك تطلع راح تاخذ تقرير أو إذن من الحكومة، يعني حددت أرقام راح تتصل فيها وتاخذ الإذن. مثل ما شايفين التزام بحظر التجوال في اليونان اليوم 26 مارس، عفوا يوم الخميس، مدينة ثسالونيكي اليونان، شمال اليونان. شوارع فاضية مثل ما شايفين، حركة ما في، صفر معدومة، العالم ملتزمة. بتمنى من كل عالم الالتزام في أي دولة كانت في أي مدينة، التزام بالقوانين والقرارات اللي عم تطلع الحكومة اليونانية. لا تعرض حالك للخطر وحياة للآخرين للخطر. بتمنى من الكل الالتزام مرة ثانية، وإذا طلعت لا تطلع إلا للضرورة القصوى، مثل ما أنا طلعت هلأ إلا للضرورة القصوى، يعني كان لازمني خبز، رحت جبت خبز وأجيت، يعني خلاص 5 دقائق 10 دقائق، ما في داعي تطول بالبيت. والكبار بالسن يا جماعة، يا شباب، يا أخوان، يا أخوات، أتمنى من كل أخت وأخ يعني يعتني بالكبار بالسن، لأنه الفيروس لألهم أخطر بالنسبة لألنا، يعني اللي عمره فوق 60 وفوق الفيروس بشكل خطر على حياته أكثر. بتمنى يعتنوا فيهم إذا كان لازمهم شغلة أو أي شيء يساعدوهم. مثل ما شايفين شباب، شوارع فاضية. بهيك وصلنا نهاية الفيديو يا جماعة، حبيت أطلع لبرا وأشوفكم الوضع في مدينة ثسالونيكي في اليونان ومدى التزام الناس بحظر التجوال بعد ما صار الفيروس خطر يوم عن يوم وساعة عن ساعة. بتمنى من الكل الاشتراك يا جماعة، كل من يشوف الفيديو يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ويحكي لنا بالتعليقات عن الحظر التجوال والحجر الصحي في المدينة والدولة اللي ساكن فيها والإجراءات اللي أخذتها الدولة اللي ساكن فيها. مع تحياتي محمد تمو، والسلام عليكم.